يوم الزحف عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، من الكبائر. الجهاد في بداية الأمر كان المسلم يجب عليه أن يقف أمام كم؟ عشرة. يجب عليه أن يصمد أمام عشرة، ثم الله عز وجل نسخ ذلك بقوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فجعل المسلم فأوجب على المسلم أن يصمد أمام اثنين، أن يصمد أمام اثنين. ولذلك التولي يوم الزحف كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، فيجب على المسلم أن يصمد أمام اثنين. لكن إن كان العدد كبيرا فهل له أن يفر؟ الراجح من قولي أهل العلم أن له ذلك، إذا أحاط به العدو وكان العدد كبيرا له ذلك. والأمر الثاني يجوز له أن يتولى بقصد أن ينحاز إلى فئة يقوي جهتها ويقف معها، ولذلك قال جل وعلا: ومن يتولهم ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فإذا كان متحرفا لقتال يتفنن في قضايا القتال أو متحيز إلى فئة ينضم إليهم ليقوي جهتهم، مثل ما يذكر في كتب السيرة الميمنة والميسرة والمقدمة وكذا، فهذا مما يجوز. أو يذهب إلى طائفة أخرى في مكان آخر فهذا مشروع بنص القرآن والسنة. أما ما سوى ذلك إذا كان فرارا خوفا فإن هذا كبير من كبائر الذنوب.